جالنا بس تصحيح من أسرة الفريق أحمد شفيق أنه كان جاء في التقرير أن أعتقد زوجته لها هي كانت شقيقة رفعت الجمال، وأعتقد أن ده خبر غير صحيح. جالنا تصحيح فبنعتذر عن هذا الخطأ في التقرير. نعود مرة أخرى لمعايير الدستور. من الواضح أن الخلاف لسه موجود يا سيادة المستشار، يعني حتى وإحنا على هذه المائدة ما يقوله الدكتور عماد جاد واللي إحنا عارفينه من رأي الأغلبية، حتى إحنا عارفين الخلاف لسه موجود. هناك شعور أن الأغلبية تريد أن تمثل بنسبة مرتفعة. هل هي نسب؟ يعني أنتوا هتعملوها نسب ولا المعايير متخيل هتبقى عاملة إزاي؟ أنا لو قلت لك أنا هعمل إيه يبقى أنا بضر يوم بالغيب. أنا لسه هستمع. بس أكيد اللي عندك تصور يا سيادة المستشار. أنا عندي تصور اللي هو هيقوله الناس، اللي هسمعه من الناس هو اللي هيعمل تصوري. لان لو عندي تصور مسبق يبقى حكمت على الأمور من غير ما أسمع، وده ما لا يصلح. مزبوط. المفروض إن أنا الوقت من غدا ان شاء الله هبتدي اسمع، وانا رايت ان الحقيقه اقدر ناس بالاستماع هم اساتذه القانون الدستوري، وده شيء جيد جدا ومحترم. فانا هسمع وهسمع اللي انا بعت لهم واللي ما بعت لهمش يجوا يقولون ايه التصور الصحيح اللي يدل اقدر على وضع هذه المعايير. ماذا اذا طلبت الاغلبيه مره او الاكثريه مره اخرى ان تمثل بنسب، او حتى مش تمثل من داخل يعني مش من داخل مجلسي الشعب والشورى، تمثل من الخارج بنسب؟ لو ان الـ 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 يعني القواعد التي ارتضاها الناس جميعا يعني تقول هذا، يبقى اللي يعارض يبقى بيعارض بيصطدم برأي الناس. أنا الوقتي اللي هيحصل أن أنا داخل بدون حكم مسبق وبدون رأي سابق، لأن أنا كراجل قاضي لو كونت رأي سابق يبقى ما أصلحش أن أنا أحكم في هذه القضية. أنا داخل دلوقتي أبيض من غير سوء، مش عارف أنا إيه ألمعي 90 الوقت ولك معرفش إيه معايير التي يراها محمود الخضيري، المستشار محمود الخضيري نفسه. وبقى بجردك هنا بقى من كل الصفات اللي لها داخل مجلس الشعب، صفتك كرجل قانون. المعايير التي أراها أن الدستور يجب أن يكون معبرا عن رأي جميع قوى الشعب في مصر بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها. تمام. بنسب ولا بايه يا فندم؟ يعني هتعملها ازاي حضرتك لو المستشار محمود الخطيري هو اللي قاعد بيكتب معايير دستور هو شخصيا، هيكتبها ازاي؟ اولا في حاجه معينه اساسيه لا تراعى فيها النسب، وهي اساتذه القانون الدستوري. انا عايز اساتذه القانون الدستوري بمختلف اتجاهاتهم ييجوا يتحطوا دول في مكان محترم، لان هم دول اللي هيكتبوا الدستور. دي نمره واحد. وبعدين ابتدي اوزع نسب بقى، ابتدي اوزع نسب، اقول النقابه كذا، اقول الازهر كذا، اقول الكنيسه كذا، اقول المراه كذا، اقول حقوق الانسان كذا. يعني ادي كل واحد نسبه تتفق مع حجمه، خدت بال حضرتك، بحيث ان الكل يبقى ممثل بنسب ما فيهاش غالب ومغلوب. خدت بال حضرتك، يبقى الكل ممثل والكل يقول رايه. أنا أعتقد يعني هيكون إيه أكتر من كده، وإن كان طبعا قد يخرج علينا أساتذة القانون الدستوري بمعايير أخرى. ما هو حضرتك المعايير دي هتخضع للتصويت في النهاية عند مجلس الشعب، مش كده ولا إيه؟ لا مش تخضع للتصويت. المعايير دي هو ملزم، المفروض ملزم بتطبيقها. المجلسين هياخدوا هذه المعايير ويطبقوها على الناس اللي هم هيتقدموا. يعني هيضطر المجلس يبعت دلوقتي الأزهر ويقول له أنت لك نسبة 5، أرجو أن تبعت لنا 10 عشان نختار منهم بينهم 5، والكنيسة كذا، والنقابات كذا، والحقوق الإنسان كذا. ياخد من كل جهة عدد ضعف العدد المطلوب عشان يبقى عندي يبقى في انتخاب. مين بقى اللي ما هو مين بقى بالظبط؟ هنا بقى احنا وقعنا في قضية الانتخاب. مين اللي هينتخب يعني في النهاية؟ هو الأغلبية اللي هتنتخب. بس أنا عايز أقول حاجة يا أستاذة بعد إذنك. اتفضل. لما أنت حضرتك أنا أطلب منك 4 وانت تبعتي لي 8 وقولي اختار منهم 4، يبقى انا لو خدت اول 4 او اخر 4 انا لا تسريب عليا، لان حضرتك ما حددتليش. يعني ممكن تكوني محدداهم بالسن، ممكن تكوني محدداهم بالحروف الابجديه، ممكن تحط باي وسيله. انت بعتي لي 8 وقلت لي اختار منهم 4، لما اجي اختار 4 تقولي لا انت نقيت. طيب. يبقى كده دكتور عماد، موقف القوى المدنية يعني دلوقتي انتوا عندكم اجتماعات كانت مستمرة منذ نهاية منتصف الأسبوع الماضي، ما خرجتوش برضو بموقف واضح؟ لا خرجنا بموقف واضح. بصي،
يعني اللي انا عايز اقوله، احنا بالنسبه لنا الموضوع واضح لينا، في فرق بين التشريع وبين كتاب الدستور. التشريع ده القانون، لما تيجي تعملي قانون دور مجلس الشعب هو التشريع والرقابه. التشريع يعني بصدر قانون، بعد القانون ب 50% زائد واحد. هنا ما حدش يقدر يقول الاقليه عايزه ميزه ولا بتاع، لانه 50 زائد واحد خلص الموضوع. تعديل الدستور بالتلتين، يعدل اي ماده معاه تلتين خلاص. كويس. في فرق بين ده وبين لجنه لكتاب الدستور دائم للبلاد. كويس. اللجنه دي بتتشكل تؤدي مهمتها وتروح خلاص. اللجنه دي المفروض تبقى معبره عن البلد مش عن تيار سياسي. طب هل انتوا كقوه مدنيه اتفقتم على معايير محدده؟ طبعا. زي ايه؟ بصي، نمره واحد انه يكون في تمثيل لكافه الوان الطيف. طب ممكن اقف هنا اخد بس هذا الاتصال وارجع هرجع طيب. لحضرتك مره ثانيه. معي على الهاتف النائب سياده النائب مصطفى بكري. مساء الخير يا سياده النائب. مساء الخير يا استاذ رامي. سياده النائب على ضيفي. اشكرك. لماذا تم تاجيل الاجتماع اللي كان مزمع غدا ما بين المشير والقوى السياسيه؟ يعني بالتاكيد هذا الاجتماع كان متفقا عليه قبل ذلك، على اساس ان تذهب القوى السياسيه ومعها رؤيه واضحه من خلال الحوار داخل البرلمان لصيغه تشكيل الجمعيه التاسيسيه في اطار القانون الذي صدر من محكمه القضاء الاداري. ولكن مجلس الشعب احال الامر الى اللجنه التشريعيه التي ستبدا من باكر باذن الله في الاستماع الى وجهات نظر بعض قوى المجتمع المدني على مدى 4 جلسات. واعتقد انه هذا الامر بالتاكيد سيكون محل النقاش في الفترة القادمة إلى أن يتم التوصل إلى نقاط مشتركة. ولذلك تم تأجيل هذا الاجتماع إلى يوم الخميس القادم، لأنه أيضا المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبدو أنه يستمع إلى وجهات نظر عديدة ومتعددة. اليوم بدأت حوار بين الفريق سامي عنان وبعض أساتذة القانون الدستوري. وهناك حوار أيضا تجريه الجبهة الوطنية في حزب الوفد. ولكن بالأساس بالتأكيد البرلمان سيكون هو المسؤول الأساس عن هذه الصيغة التي بالتأكيد سوف يفترض أن تأتي تعبيرا عن التوافق الوطني المجتمعي. طيب سيادة المستشار الخضيري وهو ضيفنا في الاستوديو كان بيقول أن اجتماع المجلس العسكري مع خبراء القانون ربما يكون ازدواجا، يعني عملية ازدواجية، لأن خلاص ما ده هيحدث داخل مجلس الشعب لماذا يتدخل المجلس العسكري؟ كيف ترى ذلك؟ يعني أنا أعتقد أنه تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاء فقط في إطار تحديد موعد دعوة مجلسي الشعب والشورى. رئيس مجلس الأعلى للقوات المسلحة المفروض هو المسؤول عن هذه الدعوة كما حدث في المرة الأولى، وكان هناك استماع لوجهات نظر متعددة. يعني حتى ربما في الجلستين أو 3 جلسات التي عقدت قبل ذلك ربما لم يعطي المشير رأيا محددا إلا في مقولة أن الدستور، أنصح بأن الدستور لابد أن يسبق الانتخابات الرئاسية. وأتمنى أن يتم إنجاز الدستور قبيل الانتخابات الرئاسية حتى ننتهي من هذا الأمر فقط. هل بيتم مناقشة دستور معقد يا أستاذ مصطفى أو إعادة إحياء دستور 71؟ والله أنا أعتقد أن الصيغة ربما طبعا الأيام القادمة لن تسعف في إصدار دستور. أتمنى طبعا أن يصدر الدستور حقيقة، لكن سيكون بالتأكيد الأكثر قبولا هو مواد تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية تلحق بالإعلان الدستوري، هذا بشكل مؤقت. ولكن الحقيقة الأمر الذي يجب التأكيد عليه أن انتخابات رئاسة الجمهورية لابد أن تتم في كل الأحوال في المدة الزمنية المحددة، زي ما احنا شفنا النهاردة أنه يعني القانون الذي قدم قانون وقف مباشرة الحقوق السياسية رفضته المحكمة الدستورية العليا لعدم الاختصاص، لأن الأصل في الرقابة الدستورية أنها لاحقة وليست سابقة. تتوقع المجلس العسكري سيصدق عليه ويصدره؟ أنا شخصيا الحقيقة لا أستطيع أن أقول إذا كان سيوافق أو لا يوافق، لكن الحقيقة أن الفقرة الخامسة من المادة 56 من الإعلان الدستوري لا تلزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالرد على هذا القانون، ولكن الحقيقة الموائمة السياسية
بعد قرار المحكمة الدستورية توجب على المجلس الأعلى اتخاذ القرار المناسب في هذا الأمر. وأنا عايز أقول بس يعني أن يعني إذا كان الآن أحد المرشحين اللي هو الفريق أحمد شفيق ربما يكون معني الآن بعد السيد عمر سليمان بهذا القانون، أعتقد يعني أن في أنا شخصيا لدي معلومات أن الفريق أحمد شفيق ربما يفكر في الساعات القليلة القادمة في اتخاذ قرار بعدم الاستمرار. يعني دي معلومة ولا إيه فكرة الانسحاب، انسحاب الفريق شفيق، هل ده نتيجة القانون أم نتيجة وفاة الزوجة أم ماذا؟ والله هذا كلام سمعته من أحد المقربين إليه، لكن لم يتأثر للاتصال بالفريق أحمد شفيق، لكن ربما هذه معلومة ناتجة عن الظروف التي يمر بها الآن، الظروف النفسية أكثر منها أي شيء آخر. يعني أتمنى ألا يكون هذا الخبر صادقا، يكون فريق شفيق مثله مثل الآخرين في السباق الرئاسي، وفي النهاية الحكم سيكون للشعب المصري. أشكرك سيادة النائب مصطفى بكري. إذن قد ينسحب الفريق شفيق، ده كلام على عهدة سيادة النائب مصطفى بكري. كنا بنتكلم في المعايير. بصي، هو الهدف الرئيسي أن تأتي لجنة كتابة الدستور أو جماعة تأسيسية معبرة عن كافة ألوان الطيف، لا تنحاز لأي تيار على حساب تيار، لا تأخذنا باتجاه إيديولوجي معين على حساب اتجاه آخر. وبالتالي احنا بنقول نمرة واحد تمثل كافة ألوان الطيف، ونحن مش مختلفين على كده. نمرة اتنين، وده اللي أصرت عليه القوى المدنية في اجتماع الجبهة الوطنية اللي كان في حزب الوفد، إنه يراعى عدم تمثيل أي فصيل سياسي أو اتجاه إيديولوجي بأكثر من 10%. تفتكر الحرية والعدالة هيقبلوا ده يا فندم؟ الحرية والعدالة المفروض ما لهمش دخل بالموضوع ده، وانا انا ما بكلمش احزاب، انا بضع معايير، والمعايير المفروض انها مجرد عن الاحزاب. انا وانا بضع المعايير ما بحطش قدامي الحرية والعدالة ولا النور، انا بحط قدامي الاراء التي ستقال. بس توقعاتك ان ممكن الحرية والعدالة يقبلوا، يعني يقبلوا انهم لا يمثلوا الا يعني كله على التساوي؟ لو ان المعايير كانت تؤدي الى هذا لابد ان يقبلوا. طيب انا بقول ايه، مثلا تمثيل ب 10%، وبالتالي ما حدش يبقى قلقان من حد. نمره 2، ان التصويت يبقى مينيمم ب 70% عشان برضه يضمن ان ما فيش حد هياخدنا باتجاه معين. وده معيار ربما بيبحث دلوقتي، هو فكره تحصين مواد الدستور ضد التعديل السريع. ليه؟ لان الاخوان السلفيين عندهم 70%. انت هاتي الدستور تاني يوم هعدل اي ماده فيه، ما انا عندي فوق التلتين، فبالتالي اعملي معركه كبيره وتاني يوم يعدل لك المواد دي. فبالتالي انت عارفه دي جايه تجربه منين؟ جايه من تجربه جنوب افريقيا. لما الحكم البيض انتهى وهم اقليه صغيره جدا، فنيلسون مانديلا جاب لهم دستور بيتكلم عن المساواه وضمان الحقوق وبتاع، قالوا طيب ماشي، ما انتوا فوق ال 80% هتعدلوا الدستور تاني يوم. فجه راح حاطط المواد اللي عليها بتكلم على الحقوق والمساواه وعدم التمييز، راح عامل كده لا يجوز تعديل هذه المواد او مناقشتها قبل 20 سنه. انا اعتقد دي برضه بتعمل طمأنة للقوى السياسيه المختلفه، لان احنا بنتكلم على كتاب الدستور. ده اللي تضعه اللجنه مش احنا. ده اللجنه. لا انا بسال حضرتك كده هنا بقى. ممكن طبعا، ممكن قانوني يعني. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا اهم حاجه في اللجنه دي يجب ان يكون ممثل اساتذه القانون الدستوري، لان دول اللي هيجيبوا لنا. هم الحقيقه ما كانوش في اللجنه الاولانيه. بصراحه هو ما كانش فيه غير سياده المستشار عاطف البنا، ربنا يكرمه يعني. فقط ولا عمل الاعلان ولا خدت بالي حاجه. فانا عايز اللجنه دي يبقى فيها على الاقل 10 من فقهاء القانون الدستوري. دي فكره كويسه. الحقيقه دول هيجيبوا لنا جنوب افريقيا بيحصل فيه كده، والمانيا بيحصل في الاقتصاد. تلاقوا اقتصاد طبيعي، مش عايزين اقتصاد متخصص في الاقتصاد اللي هو المساهمه يعني الاسلامي فقط. لابد يكون في كل اطياف الاقتصاد. الاقتصاد ده لمصلحه مصر، ما ببصش غير لمصر بس. اقتصاد نوعه ايه؟ اشتراكي، راسمالي، عايزين كل الانواع يعني تبقى موجوده حتى اللي نقدر نفهم. اللي حقق لنا النهضه الاقتصاديه هو اللي احنا عايزينه. اتفضل. انا كنت عايز اقول حاجه، بس هو احنا ما فيش حاجه اسمها يعني ديمقراطيه بشكل واحد. ما فيش حاجه اسمها ديمقراطيه منزله. الديمقراطيه قيم ومبادئ، حريه، محاسبة، شفافية، مساواة، صوت واحد لكل مواطن، دورية الانتخابات، تداول السلطة. إنما التفاصيل دي بتاعت كل مجتمع. يعني مثلا أقول لك نموذج وهقولها تاني، في جنوب إفريقيا
لان تجربه جنوب افريقيا محتاجه تدرس. جه كان نيلسون مانديلا لما طلع من السجن وعمل خلاص النظام العنصري سقط، فكان عنده زعيم قبائل اسمها الزولو، دي قبائل محاربه، واسمه بوتوليزي على ما اتذكر اسمه. والراجل ده ما ينفعش معاه زعيم قبيله تقول له انت زعيم معارضه يعني ايه؟ هو عايز يبقى وزير. فاحنا عارفين كل تجارب الديمقراطية في العالم يقول لك نسبه الحسم ساعه المستشار، الحزب اللي يجيب 1% 2% يدخل البرلمان. فهو جه او في 10% زي في تركيا، فهو جه قال ايه؟ اللي هيجيب 5% فيما فوق شارك في الحكومه. كانت النتيجه ان حزب بوتوليزي دوت جاب 7-8%، فبقى وزير داخليه جنب البلاد حرب. في امريكا اللاتينيه وهي دول قريبه منا جدا، عدد كبير من الدول منها تشيلي دوره واحده، رئيس الجمهوريه دوره واحده. هنعود للتجربة المصرية بعد الفاصل، لكن معي على الهاتف المهندس أحمد سرحان المتحدث باسم حملة الفريق أحمد شفيق. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير يا أستاذ أمين. أهلا بك. يعني سمعت ما يتردد حول احتمال انسحاب الفريق شفيق، هل هذا وارد؟ يعني هل هذا صحيح؟ يعني هو أولا طبعا هذا الكلام عاري تماما عن الصحة. صدر بيان بالأمس عن الحملة يؤكد أن ظرف الموت هو ظرف استثنائي وليس وقتا للعبث السياسي والإعلامي. هناك بعض الإشاعات التي تتردد، هذا الكلام غير صحيح. هو سيادته اليوم يعني يغالب أحزانه طبعاً، ويستمر يعني إن شاء الله في السباق عزيز الانتخابي حتى النهاية، وسيستأنف إن شاء الله نشاطه يعني أعتقد إن شاء الله في هذا الأسبوع. لكن هو الآن يعني بعض الناس يعني اختلط عليها الأمر في ظرف الحداد الذي تمر به الأسرة، واعتقدوا ان هذا تجميل للحمله. هذا الكلام غير صحيح تماما. طيب ماذا عن قانون ممارسه الحقوق السياسيه، او يعني ما يسمى بقانون العزل؟ يعني هل انتم مستعدون، لانه قد يصدر او يصدر من المجلس العسكري، مستعدون للخطوه القادمه؟ باذن الله مستعدين للخطوه القادمه. هو سيادته برضو اعلن منذ ايام انه اذا تم حرمانه من حقوقه السياسيه فهو سيلجا الى القضاء مباشره، وسيسير في الإجراءات التي تعيد له حقوقه السياسية كمواطن مصري له كامل الحقوق. بشكرك مهندس أحمد سرحان متحدث باسم فريق أحمد شفيق، وتعازينا مرة أخرى لأسرته وللفريق شفيق في وفاة زوجته الراحلة. فاصل ونواصل هذا النقاش ونسأل على نسبة التصويت وفكرة إعادة إحياء دستور 71، أم إن إحنا لأننا في عجلة من أمرنا فقد بس نضيف على الإعلان الدستوري عدد من المواد المختصة بصلاحيات رئيس الجمهورية. بعد الفاصل.